اخر مشكله يا تركي. يسلم عليك رفيقك. الله يسلمك ويسلمك. يقول يا طويل العمر والسلامه، في اغلب الامور احس اني الافضل، وقد اتاثر ياثر هذا الشيء من ناحيه الجروب اللي معه. وش تنصحه او وش المشكله هذه اللي تشوف انها لها حل في الوصف هذا؟ والله شوف، طالما انك انت تشوف نفسك الافضل، دائما يقول لك القدر مربوط باللسان. يعني انت اللي تضع لك مكانه بين الناس. يعني فرضا انت تقول انا ما اقدر اسوي الشيء الفلاني، انت ما راح تقدر تسويه. طالما انك تقول انا الاول او انا الافضل، فعلا انك انت الاول وانت الافضل. ما عليك من الكلام الخارجي، هذا الكلام الخارجي يجي لكل الاشخاص، يعني رؤساء الدول مسلومه من الكلام. فانت بما انك وضعت نفسك في المكان الافضل، فانت تستحق المكانه هذه، وقدم ولا تفكر في اي كلام يجيك. ممكن احيانا القلوب اللي حولك ممكن يدخل فيها عبر الله منهم الغل والحسد والاشياء هذه، لكن انت كمل طريقك ولا تنظر. يقول لك ان لم تكن في الصف الاول امام، ان لم تكن في الصف الاول امام، ما عاد تفرق معي لو كنت قبل الاخير. هذا بيت شعري. فطالما انك انت شايف نفسك الافضل، فانت وضعت نفسك في المكان اللي تستحقه. طيب الافضل هذا له حظوه خاصه في الناس؟ يعني الافضل لازم احنا نداريه؟ لازم نعطيه البيئه المناسبه له؟ لا، ولا هو المفروض يتاقلم مع البيئه؟ الافضل دائما، الافضل يتاقلم مع اي بيئه. الافضل دائما وين ما حطيته في المكان تلقاه ينجح. هذا الافضل. وصلى الله وبارك. اللهم صل وسلم على محمد. الله يعطيكم العافيه جميعا. ما قصرت، ما قصرت لكم، بيض الله يعطيكم العافيه. الله يعطيكم العافيه. شكرا نجومنا، بيض الله وجهكم كالعاده. شكرا استاذ عبد الرحمن.